السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض المحاضره رقم 42 من كورس سي ام اي الجزء الثاني، ودي هتكون المحاضره الثانيه معانا والاخيره في اي بوينت 1. هنخلصه اي بوينت 1 وبعدين نخشه في اي بوينت 2. اي بوينت 2 هتبقى اطول شويه، فيا ريت تنزل تحمل ملف البي دي اف وتسجل اعجابك بالمحاضره وبعدين ترجع لي هنا تاني نكملوا المحاضره بتاعتنا. اول عنوان معايا هو الاهلاك للاغراض المرتبطه بضريبه الدخل، depreciation for income tax purpose. الاساس الضريبي التاكس بيزس، للاصل هو القيمه الدفتريه لاغراض ضريبه الدخل تاكس بيزس. انا التاكس بيزس اللي هو الاساس الضريبي متكرره هنا. الاساس الضريبي يا جماعه عندك لاغراض ضريبه الدخل زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت، ان انا باخد المبلغ اللي انا دفعته في الاصل زائد اي مصاريف دفعتها لحد ما يكون الاصل جاهز معايا للاستخدام، فده بسميه الاساس الضريبي التاكس بيزس. ده لاغراض المرتبطه بالضرائب. طيب لاغراض الدفتريه والقوائم الماليه باخد الرقم ده اللي هو عباره عن السعر اللي اشتريت بالاصل زائد اي مصاريف دفعتها عشان يبقى الاصل جاهز للاستخدام، وبطرح منها الحاجات بتاعت الخرده. لكن انا هنا لاني بتكلم على الموازنه الراسماليه، وزي ما قلنا الموازنه الراسماليه اللي هي الكابيتال بادجت بستخدم فيها القيمه الدفتريه المرتبطه باغراض ضريبه الدخل، فباخد الرقم من غير ما اطرح منه قيمه الخرده السالفج فاليو. على العموم في الولايات المتحده تستخدم العديد من الشركات طريقه لحساب الاهلاك للاقرارات الضريبيه تختلف عن الطريقه التي تستخدمها للاغراض الدفتريه. فانت دفتريا مثلا شغال ستريت لاين، ضريبيا شغال اكسلريتد ديبريشيشن، تمام، الاهلاك المعجل. طيب ويتم استخدام طرق مختلفه بسبب اختلاف المتطلبات في القوانين واللوائح. الضرايب عايزه حاجه، تمام، قوانينها ولوائحها عايزه حاجه، المعايير عايزه حاجه تانية. يقول لك على سبيل المثال تنص قوانين الضرائب على انه يجب حساب الاهلاك بطريقه معينه للاقرار الضريبي، بينما تقول مبادئ المحاسبه المقبوله قبولا عاما في الولايات المتحده اليو اس جاب انه يجب حسابه بطريقه مختلفه لاعداد التقارير الماليه. فانت الاهلاك هنا غير الاهلاك هنا. وفي موازنه راس المال من المهم تحديد التاثير الذي سيحدثه الاهلاك في الاقرار الضريبي على النقد، على الرغم من ان الاهلاك نفسه هو مصروف غير نقدي نون كاش اكسبنس، انت مش بتدفع فيه فلوس، الا انه يؤثر على مبلغ الضريبه المستحقه amount of tax that is due، لان مصروف الاهلاك يقلل من صافي الدخل الخاضع للضريبه. احنا يا جماعه بيبقى عندي ريفينيو وبيبقى عندي مصاريف، وبعدين بيبقى عندي ان الاي بي الايرننج بيفور تاكس، تمام، في انترست الاول في اي هنا وبعدين بشيل الانترست وبعدين يبقى معايا اي بي تي، تمام، قصه كده بناخدوها في المحاسبه الماليه. على العموم الاي بي تي الايرننج بيفور تاكس ده لما بيبقى عندي مصروف هنا من المصاريف اللي بتظهر معايا في قائمه الدخل مصروف الاهلاك بيقلل لي من الاي بي تي، بيقلله لي بيقل، ده معناه ان الضريبه اللي انا هدفعها هتقل. لو ما عنديش اهلاك الرقم مش هيقل فالضريبه هتكون عاليه. فهو مصروف غير نقدي لكن بيظهر معايا في قائمه الدخل. ليه بيظهر وليه مصروف غير نقدي بيظهر في قائمه الدخل والحاجات دي، كل الحاجات دي بتدرسها في المحاسبه الماليه في بارت 1. لكن على العموم انت بيظهر معاك كده اخد بالك، فبالتالي بيأثر معاك في الايرننج بيفور تاكس. طيب ويعتمد مبلغ الضريبه المستحقه على صافي الدخل الخاضع للضريبه، وتؤثر الضرائب المدفوعه على النقد، لذلك استخدام نوع الاهلاك الذي سيتم استخدامه في الاقرار الضريبي لحساب الدرع الضريبي للاهلاك في تحليل الموازنه الراسماليه. طبعا كنا اتكلمنا عن الدرع الضريبي للاهلاك وهنتكلمه عنه تاني النهارده. وعلاوه على ذلك عند بيع الاصل استخدم الاساس الضريبي للاصل، اي القيمه الدفتريه للاغراض الضريبيه لحساب مبلغ الربح او الخساره من بيعه او التاثير الضريبي للارباح او الخسائر. فانا بستخدم الاساس الضريبي للاصل، تمام، ده لما باجي اعمل تحليل للموازنه الراسماليه. معايا نظام في الاهلاك اسمه اهلاك نظام الاسترداد المعجل للتكاليف بالنسبه للاغراض الضريبيه.
يعد نظام الاسترداد المعجل للتكاليف، كنا اتكلمنا عنه قبل كده، اكثر انواع الاهلاك شيوعا التي تتطلبها قوانين الضرائب الامريكيه. فده اكتر واحد مشهور فيهم اللي هو الاهلاك المعجل للتكاليف ده. على الرغم من انها ليست الطريقه الوحيده المقبوله التي يمكن استخدامها في الاقرار الضريبي الخاص بها، زي ما قلنا ممكن يستخدموا مثلا الستريت لاين ديبريشيشن، اهلاك القسط الثابت. فالقوانين بتاعت الضرائب محدده كام طريقه، اشهرهم هي الاسترداد المعجل للتكاليف. وتذكر ان الاساس القابل للاهلاك للاغراض الضريبيه الديبريشيشن بيز فور تاكس بيربوسز، بغض النظر عن طريقه الاهلاك المستخدمه، هو دائما 100% من تكلفه الاصل، اخد بالك، والتكاليف الاخرى المطلوبه لجعله جاهزا للاستخدام. فانت بيبقى معاك في المساله 3 ارقام، بيبقى معاك تكلفه الاصل 100,000 مثلا، تمام، ومعاك تكاليف اللي هي التركيب والتجربه الاوليه والكلام ده كله مثلا 20,000، ومعاك السالفج فاليو اللي هي القيمه بتاعت الخرده. القيمه بتاعت الخرده دي ما بتستخدمهاش، تمام، عشان تجيب تاكس او الديبريشيبل او الديبريشيبل بيس، الديبريشيبل بيس الاساس القابل للاهلاك، تمام. هيبقى عباره عن كام كده؟ 120. لو بتتكلم على اغراض دفتريه هتضيف، هتطرح السالفج فاليو. فلو هو مثلا ب 10 مثلا، واخد بالك، فانت هتقول 120. ال 120 دي بتاعت الاغراض الضريبيه تاكس بيربوسز، تمام. اما لو عايز تجيبها للاغراض دفتريه للبوك فاليو كده، واخد بالك، الحاجات اللي هتدخلها عندك في الدفاتر، لا، هتروح عامل ايه يا ريس؟ هتروح جايب ال 120 طارح منها ال 10، تمام. فانت لو شغال ستريت لاين ديبريشيشن، تمام، وشغال وفقا للضرايب وفي الموازنه الراسماليه، فهتجيب ال 120 دي مثلا تقسمها على الاصل بيقعد 4 سنين مثلا، فهتجيب 120 على 4. لكن لو انت شغال لبوك فاليو والجاب معايير، في الحاله دي هتجيب 120 ناقص 10، ادي كده 110، وهتروح قاسم على 4، واخد بالك. فالفكره هنا ان القيمه بتاعت الخرده ما بتدخلهاش لما تتعامل لاغراض ضريبيه، وبتدخلها لما تتعامل لاغراض مرتبطه بالمعايير والقوائم الماليه. والتكلفة الأخرى مرتبطة لجعله جاهز للاستخدام، لذلك لا يتم خصم أي قيمة خردة متوقعة في نهاية عمر الأصل مطلقا من التكلفة الأصلية عند حساب الإهلاك لأغراض الضريبة، أو عند حساب الأساس الضريبي اللي هو القيمة الدفترية برضو للأغراض الضريبية عند بيع الأصل. وهناك اعتبار مهم يجب إدراكه فيما يتعلق بالإهلاك للأغراض الضريبية. وتشترط قوانين الضرائب الأمريكية أن يتم أخذ جزء من الإهلاك السنة في السنة التي يتم فيها شراء الأصل، وأن يتم أخذ جزء من إهلاك السنة في السنة التي يتم التخلص فيها من الأصل، أخد بالك. والجزء الأكثر استخداما هو إهلاك لمدة نصف عام، بيسموه 1 half years depreciation، في كل من العام الأول والأخير بغض النظر عن التاريخ الفعلي لشراء الأصل. هنشوف الموضوع ده في مثال. ويفترض أن انخفاض الإهلاك لمدة نصف عام من العامين الأول والأخير يسمى حساب إهلاك نصف السنة. فخد بالك من المصطلح ده، half a year convention، half a year convention. يقول لك مثلا إذا تم إهلاك أحد الأصول على مدى فترة 3 سنوات لأغراض ضريبية، فإن فترة ال3 سنوات تبدأ من منتصف السنة الأولى، السنة المالية التي تم فيها شراء الأصل، اللي هي 1 يوليو مثلا إذا كانت الشركة تستخدم سنة تقويمية الكالندر يير كفيزيكال يير عندها. كنا اتكلمنا عن الفترات المالية وفي مقالة على الموقع بتتكلم عن الموضوع ده، ابقى ارجع لها. طيب، وتنتهي في منتصف السنة التي يتم فيها إهلاك الأصل بالكامل أو التخلص منه، وبالتالي سيتم إهلاك الأصل لمدة 3 سنوات تم شراؤها في عام 2001، عندما تكون السنة المالية للشركة هي نفسها السنة التقويمية على مدى 4 سنوات تقويمية على النحو التالي. فخد بالك، أنا الأصل ده شاريه في سنة 2001، تمام؟ شريف 1 يوليو. شريف 1 يوليو 2001، 1 يوليو. فهعمل له إهلاك نص سنة من 1 يوليو لحد الآخر. جميل؟ لحد الآخر. طيب، جيت السنة التانية عملت إهلاك للسنة كاملة.
السنة التالتة عملت إهلاك للسنة كاملة. السنة الرابعة بعت الأصل، تمام، فهعمل له إهلاك نص سنة. الشكل ده بنسميه half year conversion، إهلاك نصف السنة، إن أنا ببتدي بنص سنة وبنهي بنص سنة كإهلاك. نكمل المثال. ولاحظ أن جدول الإهلاك عليه يعمل على 3 سنوات كاملة من الإهلاك، ولكن يتم إهلاك على مدى 4 سنوات ضريبية. فأنت لو جمعت النص ده، يعني أخد بالك، لو جمعت النص ده مع النص ده، أدي كده بقى معاك سنة، وأدي سنة هنا وسنة هنا، تمام؟ طيب. وتوفر خدمة الإيرادات الداخلية الأمريكية اللي هي الـ IRS جدول نظام الاسترداد المعجل للتكاليف. فأنت في المسائل لو بيستهلك او بيتم الاهلاك باستخدام الاسترداد المعجل للتكاليف، في الحاله دي هيديك جدول بنظام الاسترداد، والتي تعطي النسبه المئويه للتكلفه الاصليه التي سيتم اهلاكها كل عام. وهناك العديد من الجداول، كل منها يتضمن اصطلاحا معينا، وهو حساب اهلاك نصف السنه هاف اير كونفنشن، وده الاكثر استخداما. وقد تم تعديل النسب المئويه للعام الاول والاخير في جدول حساب اهلاك نصف السنه، فبنسميه هاف اير كونفنشن تيبل، وبالفعل لتعكس او بالفعل لتعكس انخفاض لمده نصف عام في تلك السنوات. لذلك عند حساب مبلغ الاهلاك مبالغ الاهلاك السنويه باستخدام جدول نظام الاسترداد المعجل للتكاليف، يجب استخدام النسب المئويه على النحو المحدد. فيقول لك مثلا بالنسبه للاصل الذي يتم اهلاكه على مدار 3 سنوات باستخدام نظام الاسترداد المعجل للتكاليف وحساب اهلاك نصف السنه، فيما يلي النسب المئويه الوارده في الجدول. فيديك اهو، يديك جدول زي ده، انت شغال هاف اير كونفنشن، فهيديك نص سنه وهيديك نص سنه هنا، جميل، وبعدين سنه هنا كامله وسنه هنا كامله، لان انا بتكلم على 3 سنين. ان اهلاك السنه الاولى في الجدول اعلاه هو 33 و33% من التكلفه الاجماليه للاصل. إذا تم تسجيل إهلاك عام كامل في السنة الأولى، لو ده عام كامل هيبقى عبارة عن كام؟ 33 و33 في 2 66% يعني من إجمالي تكلفة الأصل، نصف كده اللي هو 33 و33، ويتم تعديل الإهلاك السنة النهائية بالمثل. برضو الكلام هنا، برضو لو ضربتها في 2 أنت كده بتتكلم على السنة كاملة، لكن لأن أنا شغال هاف يير كونفنشن فأنا باخد النص هنا والنص هنا. يقول لك مثال مبلغ الإهلاك الذي سيؤخذ كل سنة للأصل بتكلفة أصلية تبلغ $90,000، يتم إهلاكه كممتلكات لمدة 3 سنوات باستخدام نظام الاسترداد المعجل للتكاليف، فأنا هستخدم الجدول ده، وسيكون حساب إهلاك نصف السنة كما يلي. فباخد أنا بخد بالك الأصل عندي كام؟ ب90، تمام، دي التكلفة الأصلية بتاعته، لو أعطيني خردة طبعا مش هشيلها. المهم السنة الأولانية جدول الإهلاك المعجل أعطيني 33، فهاخد 33 أضربها في 90، إداني كام؟ 29، 29,000، طبعا ده دولار. طيب هنا السنة التانية هاخد برضو النسبة دي 44 و45% وأضربها في 90، إداني 40، وهكذا كل سنة. فطبعا الإجمالي هنا لازم يكون النسبة كاملة 100%، ده معناه إنك يعني الاهلاك بتاعك خلاص كامل، تم الاهلاك بشكل كامل، تمام، والاجمالي هنا لازم يساوي 90,000 اللي انت دافعهم، لان هو الاهلاك انك بتوزع التكلفة دي على مدار العمر الانتاجي للاصل، فاخد بالك لازم في الاخر الناتج يكون 90، ده الرقم اللي انت وزعته. طيب اهلاك القسط الثابت عند استخدامه بقى لاغراض ضريبية، احنا اتكلمنا عن المعجل، هنتكلمه عن الثابت. وتطلب طريقة احتساب اهلاك القسط الثابت للأغراض الضريبية بشكل عام اهلاك الاصول على اساس شهري. اذا طلب احد الاسئلة في اهلاك القسط الثابت للأغراض الضريبية، فعادة ما ينص على انه تم شراء الاصل في 1 يناير او في 30 يونيو او 1 يوليو، يعني يا في بداية السنة يا في نص السنة. اذا تم شراء الاصل في بداية السنة في 1 يناير، خذ سنة كاملة من إهلاك في السنة الأولى التي تم الحصول على الأصل فيها، وسيتم إهلاك الأصل لمدة 3 سنوات على مدار 3 سنوات ضريبية فقط وليس 4 سنوات،
خد بالك هنا بقى هتاخد 3 سنين، لان انت ابتديت في بداية السنة. اذا تم شراء الاصل في 30 يونيو او 1 يوليو، خذ نصف عام من مبلغ اهلاك السنوي للقسط الثابت في السنة التي تم الحصول عليها، واترك نصف عام في اهلاك السنة الاخيرة، وسيتم اهلاك اصل لمدة 3 سنوات على مدار 4 سنوات ضريبية. اخد بالك هتاخد نص في اول سنة ونص في اخر سنة، وبعدين معاك سنتين في النص. طيب اذا تم شراء الاصل في اي تاريخ اخر غير 1 يناير او 30 يونيو او 1 يوليو، فاحسب اهلاك القسط الثابت الشهري للسنة الاولى والسنة الاخيرة من عمر الاصل حسب الحاجة، وسيتم اهلاك الاصول على مدى سنة ضريبية واحدة اكثر من عمرها. يقولك على سبيل المثال سيتم اهلاك اصل لمدة 3 سنوات وتم شراؤه في الاول من اكتوبر لمدة 3 اشهر في السنة الضريبية الاولى، فانت كده هتعمل له اهلاك من اكتوبر لحد نهاية السنة، فانت بتتكلم على 3 شهور. جميل، ده للسنة الضريبية الاولى، ولمدة 9 اشهر في السنة الضريبية الرابعة اللي هي الاخيرة. جميل، عشان تكمل كده سنة كاملة، فتلاتة وتسعة 12 شهر. وتذكر انه اذا تم استخدام اهلاك القسط الثابت لاغراض ضريبية فلا تطرح قيمة الخردة لتحديد الاساس القابل للاهلاك، على الرغم من انه بالنسبة للتقارير المالية بموجب طبعا الجاب هيتم طرح قيمة الخردة، ودائما ما يكون الاساس القابل للاهلاك لاغراض ضريبية هو 100% من تكلفة الاصل، والاهلاك الضريبي هو ما يجب استخدامه في اعداد الموازنة الرأسمالية. جميل، طيب هياخدك بقى في اعتبارات ضريبية اخرى. قالك عندما تتخذ الادارة قرار الاستثمار يتم تضمين العديد من الاعتبارات الضريبية، بالاضافة الى ضرائب الدخل تحتاج الادارة الى مراعاة تأثير الاستثمار على ضرائب الولاية للشركة الكمبانيز ستيت تاكسز، الضرائب المحلية للشركة الكمبانيز لوكال تاكسز، وكثير منها ضرائب على الممتلكات. تمام، والضرائب اللي بتتعمل على الممتلكات، وستحتاج الإدارة إلى النظر في الامتيازات الضريبية المتاحة available tax concessions والإعفاءات الضريبية المتاحة available tax relief، دي التي تقدمها سلطات الضرائب المحلية كحافز لتولي مشروع معين. يعني الضرائب في المحليات في أمريكا بيديك حوافز عشان تدخل في مشاريع محددة، بيديك امتيازات، بيديك إعفاءات. طيب ايه الامتياز؟ هو تخفيض في معدل الضريبة المحلية، يخفض لك معدل الضريبة. معدل الضريبة شغال مثلا 30%، لا هو هياخد منك 20. الاعفاء الريليف هو فترة زمنية لا تحتاج خلالها الى دفع ضريبة، يديك فترة 5 سنين مثلا، 6 سنين، 4 سنين ما تدفعش ضريبة. يمكن ان تتحول الامتيازات الضريبية والاعفاءات الضريبية بسرعة الى مشكلات معقدة عندما يكون لدى شركة استثمارات في بلدان مختلفة او سلطات ضريبية في الولايات المتحدة. يقولك على سبيل المثال مش شائع ان تمنح مدينة او ولاية او مقاطعة ممتلكات بروبرتي وامتيازات ضريبية اخرى other tax concessions لاقناع شركة ببناء مكتب او منشأة انتاج داخل تلك المنطقة. يمكن للحكومة المحلية local government منح الامتيازات والاعفاءات فقط للضرائب التي تفرضها، زي مثلا ان هو يديك ضرائب الدخل المحلية، يعني يديك امتياز او اعفاء من ضرائب الدخل المحليه لوكال انكم تاكسز، او ضرائب الملكيه المحليه لوكال بروبرتي تاكسز. ولا تتمتع الحكومه المحليه بسلطه تقديم امتيازات او اعفاءات ضريبيه فيدراليه، مفيش فيدرال تاكس كونسيشنز او فيدرال تاكس ريليف. بمعنى ايه؟ هو يقدر يديك في الحته بتاعته. تمام، هو تقسيمه امريكا ان هي مدن، تمام، ولايات جوه الولايات، مقاطعات تقريبا على ما اتذكر يعني، فهو يقدر يديك في الحاجات دي بس. فانت مثلا بتتكلم على فلوريدا مثلا، فيقدر يديك في فلوريدا بس، اخد بالك، لكن ما يقدرش يديك مثلا في كل امريكا، مش هيقدر يديك امتيازات او اعفاءات ضريبيه في كل امريكا. طيب يعني الترتيبه بتاعت امريكا، مدينة، ولاية، مقاطعة، ايه اللي بيجي الاول، ايه اللي اخد بالك اكبر من ايه، والكلام ده كنا اتكلمنا عنه او انا ما شرحتهوش على النت، لكن بشرحه في للطلبة في
الجزئية بتاعت الانترنال كنترول، ماشي، لأن في كلام هناك كده مرتبط بالمدينة والولاية والمقاطعة والكلام ده. فعلى العموم، من المهم فقط أن تدرك أن هذه الاعتبارات موجودة بالفعل في حالة ذكرها في سؤال الامتحان، ولأغراض هذه المواد درسيتها سيتم النظر فقط في ضريبة الدخل في تحليل الموازنات الرأسمالية. يعني أنت خد في اعتبارك أي حاجة من الحاجات دي وأنت بتحل الأسئلة. شوف بقى وأنت بتحل الأسئلة لو اداك حاجة من دول بتعامل معاها إزاي. طيب، التدفقات النقدية غير ذات الصلة الـ irrelevant cash flows. بعض التدفقات النقدية ليست ذات الصلة irrelevant بتحليل الموازنة الرأسمالية، وينبغي أن أنا إجنور أتجاهلها. وتشمل التدفقات النقدية غير ذات الصلة ما يلي: التكاليف الغارقة والتكاليف المشتركة المخصصة أو الموزعة، يعني الـ allocated common costs، التكاليف المشتركة الموزعة، والـ sunk costs. طبعا توزيع التكاليف المشتركة دي حاجة كنا اتكلمنا عنها في بارت 1. هي الفكرة ان دي مثلا هنا بيكلمك عن السان كوسس، التكاليف الغارقة، زي مثلا مبلغ مدفوع تاريخيا، خلاص حاجة انت دفعتها، او القيمة الدفترية الحالية لأصول متداولة، انت عندك اصل متداول موجود عندك خلاص في الدفاتر بتاعتك بقيمة، فخلاص دي تعتبر سان كوست، فدي irrelevant معايا، والتي ستستمر استخدامها غير ذات الصله انها لن تتغير نتيجه لاي قرار مشروع موازنه راسماليه. فانت مثلا عندك مخزون، اخد بالك، انفنتوري مثلا ب 200,000، هل لو انا اخدت اي قرار استثماري قدام الرقم ده هيزيد او هيقل؟ لا، الرقم ده خلاص دي حاجه موجوده عندي اوريدي في الدفاتر، تمام. برضه مبلغ مدفوع تاريخيا، انا شاري مبنى مثلا خلاص مش هيتغير معايا المبنى التكلفه بتاعته. وقد يزيد توزيع التكاليف المشتركه بقى الـ allocation of common costs لقطاع معين بسبب مشروع الموازنه الراسماليه اذا تم توزيع التكاليف المشتركه على اساس مثلا الاصول او المبيعات، وازدادت هذه التكاليف نتيجه لمشروع الموازنه الراسماليه. فانت لو افترضنا مثلا ان انا عندي مثلا A B C، دي عباره عن مشاريع، رحت عامل مشروع راس مالي زودت في C، فايه اللي حصل في C؟ ان المبيعات زادت، فده بدل ما كانت مبيعاته مثلا 20% من اجمالي المبيعات بقت 40%، جميل، بقت 40%، وده خليها مثلا 20، ادي كده انا بتكلم في 60، او خليه 30 وده 30، تمام. فايه اللي حصل؟ المبيعات هنا زادت، وانا بوزع التكاليف دي على اساس المبيعات مثلا، اخد بالك، فلو انا بوزع مثلا 200,000 هضرب 200,000 في 40، فطبعا الرقم هنا هيكون اكتر من ان اضرب 200,000 في 20. ومع ذلك فإن هذه الزيادة ليست ذات صلة ما لم يتم تغيير إجمالي التكاليف المشتركة للشركة ككل نتيجة للمشروع. لو الرقم ده فضل ثابت كده معايا، التكلفة اللي هتتوزع هنا بتبقى irrelevant، لكن لو الرقم ده زاد معايا نتيجة لإني بزود في مشروع رأس مالي، ففي الحالة دي الرقم هيكون irrelevant. إذا تغير إجمالي التكاليف المشترك، فإن التدفق النقدي الوحيد ذو الصلة بها هو الزيادة في إجمالي التكاليف المشتركة التي يولدها المشروع. إذا لم تتغير التكاليف المشتركة إجمالا ولكن تم توزيعها بشكل مختلف نتيجة للمشروع، وتلقى هذا الجزء الخاص توزيعا أكبر، أخد بالك، توزيع أكبر، فستحصل الأجزاء الأخرى على توزيعا أقل. الناس دي بقى إيه، النسب بتاعتها هتقل، لان ده مثلا لما كان 20، لما كان ده 20 فده كان مثلا 40 وده كان 40، صح كده؟ لما ده طلع بقى 40 فده قل وده قل. وطالما ان اجمالي التكاليف المشتركة المتكبدة لا تتغير نتيجة المشروع، فلا يوجد زيادة ذات صلة في تكاليف الشركة ككل. طيب، تمويل التدفقات النقدية الـ financing cash flows. إن التدفقات النقدية التمويلية المرتبطة بالمشروع زي مثلا رأس المال، مدفوعات الفايدة على الديون الجديدة، أو توزيعات أرباح الأسهم الجديدة المصدرة، ليست ذات صلة، دي بتبقى irrelevant وليست جزء من أي تحليل للموازنات الرأسمالية.
ويتم احتساب تكلفة التمويل في معدل خصم الديسكاونتد أو الديسكاونت ريت أو معدل العائق الهارد ريت المستخدم لخصم تدفق النقد المستقبلية لطريقة التدفق النقد المخصوم الديسكاونتنج كاش فلو ميثودز، ودي هنبقى نتكلموا عنها بعدين. لو تفتكروا الهارد ريت ده اللي هو كان أدنى يعني عائد أقدر أوافق عليه كإدارة أو كشركة أو كاستثمار يعني، تمام؟ عادة ما تكون تكلفة رأس المال الشركة هو معدل عائق مشروع موازنة الرأسمالية، ومع ذلك إذا أدركت الإدارة مخاطر غير عادية في الاستثمار فيجب عليها تحديد معدل عائق أعلى من تكلفة رأس المال لتعويض عن المخاطر الإضافية التي تتخذها. رأس المال اللي هو الوركينج أو الكابيتال البرنسبل بتاعي. طيب فهو قال لك معدل العائق هو الحد الادنى لمعدل العائد على المشروع او الاستثمار المطلوب من قبل اداره الشركه او المستثمر، هو اقل حاجه يقدر يوافق عليها الاداره او يوافق عليها المستثمر. طيب ان ادراك التدفقات النقديه للتمويل في التحليل يعني مضاعفه حسابها دبل كاونت، اذا كان من الممكن الحصول على التمويل على اساس اكثر ملائمه مما كان متوقعا فيمكن ان يضيف قيمه للمشروع، ومع ذلك لا يتم تضمين التدفقات النقديه التمويليه في تحليل الموازنه الراسماليه الذي يتم استخدامه لتحديد ما اذا كان سيتم قبول مشروع الموازنه الراسماليه المقترحه ام لا. طيب يعني التدفقات النقديه التمويليه دي التمويل يعني للتدفقات النقديه مش هدخله معايا في تحليل الموازنه الراسماليه عشان احدد هل هقبل المشروع ده ولا لا، فالموضوع ده هيكون معايا irrelevant. تمام irrelevant سواء كنت بتكلم على راس المال كتمويل او مدفوعات الفايده او توزيعات ارباح. طيب مثل مثال لحساب التدفقات النقديه ذات الصله بعد الضرائب، قال لك تدرس شركه شراء معدات جديده لخط انتاج جديد، فهو بيعمل خط انتاج جديد وهيشتري له معدات جديده. التكلفه الاوليه عندي كام؟ 125000 دولار الانيشيال كاش فلو. تمام طبعا نتكلم على كاش اوت فلو، وبما في ذلك تكاليف الاعداد والتركيب والاختبار. وتدفقات النقديه السنويه المقدره قبل الضريبه من العمليات هي 50000 دولار، وستطلب الاستثمار استثمارا اوليا في راس المال، فانا بتكلم كده على انيشيال وركينج كابيتال بقيمه 25000 دولار، فبرضه انا بتكلم على حاجه اوت فلو. والقيمه المقدره للخرده في نهايه السنه العاشره عباره عن 10000 دولار، وتمتلك هيئه سوق المال معدل ضريبه بنسبه 30%. ماشي مفيش حاجة هنا. طيب سيكون العمر الاقتصادي الايكونوميك لايف للمعدات عبارة عن كام؟ 9 سنوات زي ما قالك، ولكن يتم اهلاكها للاغراض الضريبية على مدى 7 سنوات. لانك لو رجعت كده مش موجودة هنا، هي المعلومة هي هنا، المعلومة هنا انه الآلة دي هيتم اهلاكها او المعدات دي هيتم اهلاكها على مدة 7 سنوات باستخدام نظام الاسترداد المعجل للتكاليف. معدلات اهلاك نظام الاسترداد المعجل للتكاليف لكل من السنوات الثماني باستخدام حساب اهلاك نصف السنة، فانت نصف السنة هو 7، فانت كده بتتكلم على نص في اول سنة ونص في اخر سنة، فانت كده ضفت كمان سنة. الهاف يير كونفنشن هي، ودي الجدول ده بيديهولك لو بيسألك في الاسترداد المعجل للتكاليف، فالسنة الأولانية واخد بالك أنت بتتكلم هنا على نص سنة إهلاك، السنة التامنة بتتكلم على نص سنة إهلاك. طيب التدفقات النقدية ذات الصلة بعد الضرائب هي، هحسب الأول صافي الاستثمار الأولي نت انيشيال انفستمنت، فعندي استثمار مبدئي في المعدات أو أولي في المعدات بكام؟ ب 125000، وده طبعا كاش اوت فلو. وعندي استثمار مبدئي في راس المال العامل ب 25000، وده برضو كاش اوت فلو. طيب هل التخلص من المعدات القديمه هيدخل معايا في حسابي صافي استثمار الاولي؟ لا. ليه؟ لان هو لو بصيت كده، لو بصيت للمساله دي رجعنا كده، هل قال لك ان انا عندي معدات قديمه هغير بيها؟ لا. يعني قال لك ان انا مثلا هدخل على خط انتاج موجود هغير المعدات اللي فيه واحط معدات جديده؟ لا.
لكن انا بشتري معدات جديده لخط انتاج جديد، فما عنديش هنا اي مكسب او خساره نتيجه للديسبوزال اوف اولد اكويبمنت، التخلص من المعدات القديمه. وبالتالي هيبقى صافي الاستثمار الاولي عباره عن 125 اللي هو الاستثمار المبدئي في المعدات، والاستثمار المبدئي او الاولي في راس المال العام. فده طبعا انا بتكلم بالسالب، فده سالب محاسبي كاش اوت فلو. طيب تاني حاجه التدفق النقدي بعد الضريبه من العمليات، الافتر تاكس كاش فلو فروم اوبريشنز. طيب قال لك باستثناء تاثير الهلاك، فانا عندي $50,000 قبل خصم الضرايب في واحد ناقص 30%، 30% اللي هي بتاعت الاهلاك الضرايب، النسبة بتاعت الضرايب معلش، فهيديني كام؟ $35,000 من صافي التدفق النقدي السنوي. لو رجعنا ورا كده هتلاقي ان التدفقات النقدية السنوية المقدرة قبل الضريبة بكام؟ ب50,000، ده تدفق نقدي مقدر تمام قبل الضريبة، الضريبة بكام؟ ب30. فأنا عشان أجيب التدفق النقدي بعد الضريبة بجيب التدفق النقدي قبل الضريبة في واحد ناقص معدل الضريبة، فهيديني 35,000 اللي هو صافي التدفق النقدي السنوي، ده طبعا بعد الضريبة. ماشي. تالت حاجة أحسب درع ضريبة الإهلاك. قال لك الديبريشيشن تاكس شيلد 30% من الإهلاك يختلف بسبب اختلاف معدلات إهلاك نظام الاستبدال المؤجل، فأنت هتاخد السنة الأولانية تضربها في التكلفة الأولية بتاعتك. أخد بالك، أنت خد بالك إن أنا مدخلتش التكلفة بتاعت رأس المال العامل ال 25,000 دي، ما دخلتهاش، لا أنا أخدت بس الاستثمار المبدئي في المعدات. فالتكلفة بتاعت رأس المال العامل أو الاستثمار المبدئي في رأس المال العامل مش بيدخل معايا لما أحسب التاكس شيلد. فهجيب 125 أضربه في كام؟ في النسبة اللي هو عطاه لي هنا 14.29، 14%، وبعدين أضرب في كام؟ في الإهلاك. السنة التانية نفس الكلام، 125 الاستثمار المبدئي في برضه 24 في 30%. وهكذا كل سنة لحد ما اوصل السنة التاسعة، خلاص انا عندي fully depreciated، تم الاهلاك بالكامل، فيبقى صفر. طيب رابع حاجة التدفق النقدي بعد الضريبة من التخلص بقيمة الخردة. فانا الاصل ده او المعدات دي لما هبيعها هاخد فيها كام؟ هاخد فيها 10,000. طيب ضريبة الدخل على المكسب ده اللي هو 10,000، هضرب 10,000 في 30% اديني 3,000. فتدفق النقدي بعد الضريبة من التخلص في السنة التاسعة هيبقى بكام؟ ب$7,000. تمام؟ لما ايه اتخلص من الاصل. لذلك فإن التدفقات النقدية ذات الصلة بعد الضريبة في السنة الأولى هتبقى بالمنظر ده. هو عامل لك الاستثمار الأولي في المعدات في السنة صفر اللي هي السنة اللي أنا بعمل فيها المعدات بتاعتي، دفعت أوت فلو كاش أوت فلو 125. طيب زيادة رأس المال العامل في السنة صفر برضه دفعت برضه 25,000. وبعدين الأفتر تاكس تمام لو رجعت كده يا ريس فين؟ اهو التدفق النقدي بعد الضريبه من العمليات تمام بكام؟ ب35,000. ف35,000 دي هتتكرر معايا كل سنه لحد ما ابيع الاصل بتاعي. فايه بعد الضريبه هيبقى كام؟ 35، وهنا السنه الثانيه 35، السنه الثالثه 35، الرابعه وهكذا لحد ما اوصل للسنه التاسعه. درع ضريبه الاهلاك انا حاسبه في الجدول اللي هنا. فين الجدول؟ اهو اهو الجدول، الجدول ده. فهو ايه نقل درع ضريبه الاهلاك هنا، وبعدين بعد خصم الضرائب من التخلص في السنه التاسعه
اللي هو ايه الجدول اللي قبل ده اللي هو ده 7000 التدفق النقدي بعد الضريبة، تمام، التخلص من الأصل يعني. وبعدين جمعهم، تمام. قال لك بس ان انا هنا ده استردادي لرأس المال العامل، انا دفعت في السنة 0 25، في السنة التاسعة استرددت ال 25000 دولار. بيقول لك ملاحظة، أي زيادة في رأس المال العامل تحدث خلال أي سنة لاحقة، أنا ما عنديش هنا إلا في السنة الأولانية، لكن ممكن يحصل زيادة في أي واحدة هنا، هي تخفيض للتدفقات النقدية المتدفقة لتلك الفترة. ماشي. في المثال السابق جاءت الزيادة في رأس المال العامل في السنة صفر، مع ذلك يمكن تحديث زيادة في رأس المال العامل في سنوات أخرى أيضا، ويتم استرداد رأس المال العامل working capital is released في السنة الأخيرة من المشروع ويصبح تدفق نقدي وارد، فده بالنسبة لي كاش انفلو، كاش ان. طيب ماشي، معانا احنا كده تقريبا خلصنا المحاضرة، لكن معانا معانا 4 أسئلة. السؤال الأولاني، أنت عندك الشركة دي، ده عبارة عن بائع تجزئة عبر الإنترنت، إدارة إي جودز اللي هي الشركة مهتمة بشراء وتركيب خام جديد او خادم جديد سي بي يو يعني بتكلفه اجماليه 150000 دولار، طلبت وحده التحكم في اي جودز من محاسب في اي جودز تحديد الوفرات الضريبيه السنويه الاضافيه في حاله الحصول على الخادم الجديد، ويقدر عمر الخادم ب4 سنوات وليس له سالفج فاليو، مفيش قيمه خرده، وتستخدم شركه اي جودز حاليا اهلاك القسط الثابت ويتم تقييمها بمعدل ضريبه الدخل الفعال ب40%. قام المحاسب بحساب الوفرات الضريبية السنوية الإضافية اللي تكون، تعال نشوفه حسابها ازاي. قال لك السؤال ده عايز التاكس شيلد، وعلى الرغم من انه يطلب تدفقا نقديا اضافيا ويحل الخادم الجديد محل خادم قديم، لا يتم تقديم اي معلومات تتعلق بتدفق النقد المرتبط بالخادم القديم اللي هيتم استبداله، فهو مش هعطيك اي بيانات بتدل ان كان في معدة قديمة هتستبدلها بمعدة جديدة عشان تدخل اي كاش ان فلو ولا كاش اوت فلو، لذلك تعامل مع هذا على انها عمليه شراء لا تحل محل قطعه قديمه من معدات، نفس المثال اللي كان حاطه بتاع اللي حاطه هوك برضه. قال لك الاستثمار الاولي هو عباره عن كام؟ الانيشال انفستمنت 150000، العمر الانتاجي 4، ورغم ان المساله تنص على ان الشركه هتستخدم طريقه اهلاك القسط الثابت فكده الموضوع سهل كتير يعني، فان اهلاك السنوي المنفق سيكون 150 على 4 هيبقى 37500، ونزل ان معدل الضريبه في الشركه هو 40%، فبالتالي هتاخد 37500 تضربها في 40% هيديك 15000 دولار، وده الدرع الضريبي للاهلاك. خد بالك لو وقفت عند ال 37500 ممكن تختارها ال 37500 وده هيكون غلط، هو عايز الدرع الضريبي، الوفرات الضريبيه التاكس سيفنجز يعني الدرع الضريبي، تمام، 2-1، فلازم تضرب في الضريبة، الضريبة اللي هي كام؟ 40%. ماشي، نكمل السؤال اللي بعد كده. عندي شركة جارفيلد، مشروع استثمار رأسمالي لمدة 5 أو 10 سنوات، تمام، بيدرسوا مشروع استثماري لمدة 10 سنوات، الإيرادات المتوقعة هتبقى 40000 دولار سنويا، ومصروفات التشغيل 29000 دولار في السنة برضه. التكلفة الأولية للمعدات 23000، المعدات دي هتتباع ب9 في نهاية السنة العاشرة، المعدات بتتم إهلاكها على مدار على مدى 7 سنوات، الاستثمار في رأس المال العامل عايز 7000 دولار عند بدايته و5000 دولار في نهاية العام الخامس، فخد بالك الوركينج كابيتال هنا بيتضاف معايا مرتين. بافتراض ان معدل الضريبة 40% فان صافي التدفق النقدي المتوقع المشروع في السنة العاشرة هو، تعال نشوفه حلها ازاي. بيقول لك ان السؤال ده حاطط كتير من المعلومات غير ذات الصلة irrelevant، وهو ببساطة ما ستكون عليه التدفقات النقدية في السنة الأخيرة من هذا المشروع، وسيكون هناك 11000 دولار من التدفقات النقدية الناتجة من أرباح تشغيلية، عبارة عن إيه؟ 40000 الإيرادات المتوقعة ناقص 29000 اللي هو المصاريف المتوقعة، فأنا كده داخل لي تدفق نقدي داخل يعني بكام؟ ب 11000، بالاضافه لذلك سيتم بيع المعدات مقابل 9000،
وهناك ايضا ما مجموع 12000 من راس المال العام المستثمر في المشروع، فانت هتستثمر 7 هنا وهتستثمر 5 هنا الذي يتم اصداره في السنه العاشره. طيب بالاضافه الى ذلك هنا الى هذه العناصر ضعف الاعتبار الضرائب وحقيقه انه يجب دفع الضرائب على الدخل الخاضع للضريبه. تم اهلاك المعدات بالكامل، وبالتالي فان عائد البيع البالغ 9000 دولار اللي هو العائد اللي هيجي لك من بيعك للمعدات ستكون مكاسب خاضعه للضريبه، وسيتم دفع ضريبه الدخل على هذا الربح اللي هو 9 وعلى الدخل التشغيلي اللي هو 11، وبالتالي فان الدخل الخاضع للضريبه 9 و11 20. لذلك ستكون الضرائب عباره عن 20 في 40% بكام؟ ب 8000. وصافي التدفق النقدي للسنه العاشره هو عباره عن 11000 دخل تشغيلي قبل الضرائب زائد 9000 تم استلامها من بيع المعدات، اخد بالك الدخل التشغيلي 9 اللي هبيع، 12000 اللي هو راس المال العامل الريليست، تمام ماشي. هي ريليست بتيجي بمعنى تم تحريره او تم الافراج عنه، يعني حاجات رجعت لي تاني يعني، ناقص الثمانية اللي هي ضريبة الدخل على الدخل التشغيلي والأرباح، تمام. فده هو التدفق النقدي معايا في السنة العاشرة. الإجابة بقى هتكون 24000 اللي هي الإجابة بي، تمام. السؤال الأخير، تقوم شركة كور بتحليل مقترح استثمار رأس مالي لمعدات جديدة لإنتاج منتج على مدى السنوات الثماني القادمة. يحاول محلل تحليل التدفقات النقدية النهائية المناسبة للتحليل. قال لك في نهاية 8 سنوات يجب إزالة المعدات من المصنع وسيكون صافي القيمة الدفترية صفر، والأساس الضريبي 75000 وتكلفة الإزالة معايا تكلفة إزالة ب 40000، عندي قيمة خردة ب 10 ومعدل الضريبة ب 40%. قال لك إيه التدفق النقدي المناسب نهاية العمر الافتراضي الـ End of Life المتعلقة بهذا البنود والذي ينبغي استخدامه في التحليل؟ تعال نشوفه برضه حلها إزاي. قال لك هذا السؤال يطلب بالتدفق النقدي المتعلق بإنهاء المشروع، خد بالك نهاية المشروع end of life. فالتدفقات النقدية عندي أول حاجة إن 10000 نقدا مستلم من قيمة الخردة في المشروع، لما هاجي هبيع المشروع هدفع 10000، و40% تم إنفاقه في إزالة المعدات فده كاش أوت فلو الإزالة، فده هيتضاف وده هيتشال صح كده. وبعدين عندي مدخرات ضريبية أو التدفق النقدي المتعلق بخسارة رأس المال من التخلص من المعدات، ويتم احتساب خسارة رأس المال من التخلص من المعدات على أنه مبلغ 10000 نقدا تم استلامه من بيع المعدات ناقص أساس الضريبة البالغ 75000. أهو الأساس الضريبي اللي هو تقدر تقول عليه اللي هو الاستثمار الأول اللي عندي. طيب مطروح منه تكلفة التخلص البالغة 40000، تكلفة الإزالة يعني أخد بالك، وتؤدي خسارة رأس المال بالغة 105000 إلى وفرات ضريبية أو تدفق نقدي قدره 105 في 40%. طيب تعال نشوفه بس أنا إيه إزاي حسب المية وخمسة دي، هو إيه اللي حصل يا ريس؟ أنا كتدفقات نقدية داخل لي 10 مستلم من قيمة الخردة، لما اجي ابيع الاصل بتاعي ده فهستلم كام؟ هستلم 10، هستلم 10 هدفع 40 عشان اتخلص من الاصل، وعندي استثمار اولي ب 75000. فانا لو قلت 75 زائد 40 كده انا بتكلم على كام؟ بتكلم كده على 100، لا ناقص 40 معلش، ناقص 40 مطروح منه تكلفه التخلص، ف 75 ناقص 40 المفروض يديني 25 صح كده؟ ولا 35؟ 35 35. طيب ايه المشكله هنا؟ تؤدي خسارة رأس المال البالغ 105 إلى وفرات ضريبية أو تدفق نقدي قدره
انا حتى مش عارف انا ببص على ايه والله. هو ايه تقوم شركة باستثمار راس مال نبتديها كامل بداية. يحاول محل تحديد تدفقات نقدية نهائية بمثابة التحديد في نهاية 8 سنوات يجب إزالة المعدات من المصنع عشان يكون صافي القيمة الدفترية صفر. الأساس الضريبي 75، تكلفة الإزالة 40، قيمة الخردة 10. ماشي، واعطيني معدل الضريبة. طيب أنا يبقى أنا كده مية وخمسة وسبعين وأربعين، أدي كده بتكلم على 125، صح كده يا جماعة ولا إيه؟ بتكلم على 115، معلش صح، بتكلم على 115، وهشيل منهم 10 بتوع الخردة، يبقى كده معايا 105، صح كده كتدفق نقدي. يعني 75 و40 ادي كده 105. 75 ده التكلفة الاساس الضريبي، خد بالك، اللي هو تقدر تقول عليه الانيشال انفستمنت، تمام، الاستثمار الاولي معايا، والازالة بتاعته. فانا بتكلم كده لو جمعتهم على بعض يديني 105. طرحت منهم بقى اللي هو العشرة بتاعت الخردة، جميل، فاداني ثواني كده يا جماعة، ثواني افتحوا الآلة كده واحدة واحدة ونشوف. 75 زائد 40، 115، جميل. طرح منهم العشرة بتاعت الخردة اداني تمام 105. ال 105 دي اللي هي المفروض هتخضع للضريبة، فأنا هضرب 105 في ال 40%، فاداني 42000. طيب ده كتاكسي سيفنجز وفرات ضريبية. طيب صافي التدفق النقدي بقى المتعلق بنهاية المشروع عبارة عن ايه؟ العشرة اللي انا هبيع بيهم الاصل، وال 40 تكلفة الازالة، زائد ال 42 كوفرات ضريبية. الوفرات الضريبية بعملها على انها كاش انفلو، فهيديني في الاخر 12000 دولار كتدفق نقدي انفلو داخل لي خلال المشروع. طيب هيديني في الاخر 12000 كتدفق نقدي داخل لي خلال المشروع. وبكده يا جماعه تكون خلصت المحاضره النهارده. معلش محاضره بسيطه صغيره، لانها خلاص نهايه اي بوينت 1 في كتاب هوك. فياريت ترجع للموقع، هسيب لك كام سؤال تحله، وشارك الفيديو، اشترك في القناه، وسجل اعجابك بالمحاضره لو عجبتك، ونشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. يلا السلام عليكم.